صباح الفل. كيفك ماشي ان شاء الله تكوني انا الحمد لله، نشكر الله. وانتو كيفكم؟ تمام الحمد لله ماشي. يا الحمد لله ماشي الحمد لله. هلا بدي امتحان عرفنا، بس في وحده الكسور ماما، الوحده اللي انا شفتها مش معانا، بس الكسور يعني على كتاب الطالب. خليني احكي، خليني احكي كتاب الطالب وكتاب التمارين، الأسئلة اللي حليناهم. هلا إذا في النماذج هاي مثل بالنماذج أوراق العمل صح؟ شو أوراق العمل؟ ما هن الدروس، شرح الدرس أوراق العمل، شرح الدروس هذولا عليهم أسئلة. يعني أنت لما في الصف كنا أشرح الدرس، أوراق عمل ما مليان، اختبار ذاتي مليان أسئلة، كتاب التمارين مليان فيه أسئلة، كتابكم مليان فيه أسئلة. يعني إيش أحط بدال 9 10؟ هيني وعملت لكم اليوم أسئلة، هاي ورقة عمل يعني امتحان زي مراجعة يعني مش نعم. من علامة بقدي الشهر الأول زي ما أخذتوا علاماتكم من 20، علامة الشهر الأول هاي مشاركاتكم. بلاش نضيع الحصة مشان نلحق نحلهم كلهم. بس سريع يعني يلا. آخر درس مقارنة الكسور وترتيبها معانا. وحدة الكسور كاملة. كل وحدة الكسور وبس. وحدة الكسور. أما الكسور العشرية مش معانا بس. تمام خلص، ما حكيت لكم كتبت لكم على الإديونيشن إنه بس الكسور كاملة، يعني الكتاب والدفتر والشرح كله كامل. تمام يلا نبلش، خليكم معاي. وإذا أنتوا اليوم كنتوا معاي بالحصة بكرة بتجيبوا 100 من 100 أكيد. طلعوا علي. هلا في عنا أسئلة، أنا أسئلتي هي ضعي دائرة، بس أنا هنا بدي أجبتها أسئلة عادية بدنا نحلها. أنت شو معنى بالدائرة؟ أنت أول خطوة لما أنا بكون كاتب لك السؤال أنت بتحلها على جهة أو على ورقة، وبعدين الجواب اللي بطلع عندك بتحط عليه الدائرة. تمام نعرف هذا الحكي، بس انه حلها على مش انا مش جايب لك اسئله مقاليه هيك تحلها، لا يعني محلوله وجاهزه بس عليك تضع دائره، عفوا تضع دائره. يلا السؤال الاول، الرجاء قراءه السؤال بصوره جيده. اكتب الكسور التاليه بابسط صوره. بابسط صوره شو معنى بابسط صوره؟ يعني بدي أختصرها أجعلها بالصورة لا تقسم على سوى على الواحد، يعني ما بتقسم إلا على الواحد صح. تمام يعني كأني بوجد لها مكافئ بالقسمة. تمام بأبسط صورة يعني إني بدي أظني أقسم فيها لها، وبعدين أخذ هي بحكي كلمة واحدة لعبارة واحدة وبعدين بحلهم على السريع. باجي أنا بس أقسم بحاول أخذ العامل الأكبر اللي بقسم عليهم يا أمي، العامل الأكبر مثلاً 12 على 15 هاي بتقسم على مين؟ على 2 ما بتقسم لأنه الخمسة أحدها مش زوجي، إذن بمشي على 3 بتقسم على 3، إذن منحط تقسيم 3 تقسيم 3. مرات تحتاج المسألة إنك تقسمها مرتين بصير، وإذا يعني إذا بدك بلشت من صغير ما حطيت أكبر عامل معلش عادي، بس إنه حتى توفر على حالك الجهد. 12 تقسيم 3 4 و15 خليكم معاي كأنكم دارسين الامتحان. 15 تقسيم 3 قديش؟ 5. هلا شو حكينا هاي بتقسم على كمان إشي؟ في إلها كمان ولا بس على مين تقسم؟ على واحد. وحكينا شو قاعدة أعطيتكم إياها؟ لما بكون العددين متتاليين بكون بأبسط صورة. صورة يعني عليه. هلا 9 و14 على مين بتقسم؟ على 3؟ لا 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 ليش؟ ليش؟ لأنهم اثنين ما بقابلوا على الثلاثة مش اثنين، لأنه ولا التسعة بتقبل على 2؟ لا لأنه إيش؟ أحدها مش زوجي تقبل على 14. خلص خليني أحكي هلا، الثلاثة بتقسم على نعم
انت وين قاعده تكتبي؟ على اللوح، مش شايفينه؟ لا مش شايفينه. لا هذول هاي ورقه عمل، ورقه مراجعه ماما، هاي العنوان. ايش؟ خلص يلا. اذا هاي التسعه بتقسم على ثلاثه، لكن ال 14 ما بتقسم. اذا هاي بتقسم على تسعة، هاي ما بتقسم على تسعة. إذا مكتوبة بأبسط صورة، بس بتقسم على واحد. إذا ترجع زي ما هي. إذا هذا الكسر لما أسألك بالدوائر بكرة، أي الكسور التالية بأبسط صورة؟ معناته إنه إيش؟ مكتوب وجاهز، فقط يقسم على واحد، فقط يقسم على العدد واحد. تمام. هلا هانا 60 و80 بقدر اقسمها على 10، صح؟ ليش؟ لان اخذنا قابليه القسمه على 10. اذا تقسيم بقدر اقسمها على 2 تقسم، بقدر اقسمها على 5، لاحظتوا؟ اذا اخذت اكبر عامل مشترك يا ماما، اخذت اكبر عامل مشترك. اذا لانه احد بس كمان بكبر على 20 وبقبل على 20، يا عيني عليك. إذا تقسيم 10، تقسيم 10 زي ما بقسم البسط أقسم المقام. 60 على 10 شو بعطيني؟ بستة. أخذنا كيف نقسم؟ صفر من هان والصفر من هان. 80 تقسيم 10 يعطيني 8. رابع حبايبي وكل عشرات. خليكم معاي، لا تكتبوا إشي، اطلع علي. انا عملت لكم شيء كويس، كتبت ورقه اسئله وكتبت لكم نموذج اجابه وبرسل لكم اياه اليوم. لا تكتبوا بس خليكم منتبهين معي، ما تخافوا. عامل لكم الاجابه نموذج، بس خليكم منتبهين معي كاننا مراجعين الوحده. انا عملت لكم شيء كويس لانكم بتجننوا، متعاونين معي، خليكم متعاونين معي. 80 تقسيم 10 8، هل هي مكتوبة بأبسط صورة؟ 6 على 8 مكتوبة بأبسط صورة؟ لا، لأنه هاي زوجي وهاي زوجي. شفتوا كيف احتاجت إني أقسمها على عددين عمرتين؟ إذا 6 تقسيم 2 3 و8 تقسيم 2 أي 4. إذا إيه صارت عندنا؟ ثلاثة على أربعة. لاحظوا أي عددين متتاليين شو مالهم؟ مكتوبة بأبسط صورة. إذا خلصت هيك. تمام هيك، كويس الشرح؟ تمام. مش كثير سهلة. يسعدهم، أكيد ممتازين. شايفين كيف المكافئ؟ هلا في درسنا الكسور العشري المكافئ مهم. كيف أخلي العشرة مية؟ كيف أخلي الخمسة مية؟ أو كيف أخلي الخمسة عشرة؟ لاحظوا المكافئ مهم، كيف أخلي؟ والجدول أكتب كسرين مكافئين للكسر. أيوه، 4 من 7 هذا كسر فعلي، لأن الباص أقل من المقام. حبايب الباص أقل من المقام. يلا يا أمي، كيف مكافئين؟ أنا لما ما أحدد لك ممكن إنه تجده بالضرب أو تجده بالقسمة، لكن هانا مكتوبة هاي بأبسط صورة، لأنه الأربعة ما في بجدول السبعة 4، والأربعة بتقسم على 2 والسبعة ما بتقسم على 2. إذا بعمل مكافئها بالضرب. بقدر أبدأ أضرب من 2 إلى ما لا نهاية. بدك في 2، في 100، في 10، في 5، في 7، في اللي بدك إياه. أنا ببدأ الترتيب هيك. إذا بحكي 4 ضرب 2 8 تقسيم 7 ضرب 2 14. طلبني مكافئين، إذا في إيش كمان؟ حر أنا، بدك في 2، أنا كاتب لك في 3، لا أنا بدي أحطها هلا ب6، حر أنا، صح؟ ب6 بصير أي عدد نضرب بأي عدد. 4، برجع للأربعة ها ماما، 4 ضرب 6 4 ضرب 6 24، 7 ضرب 6
سبعة ضرب ستة قديش كمان؟ اثنين وأربعون. هلأ حكينا المكافئ هو بيشبه إيش؟ بيختلف في الشكل لكن في القيمة متساوي. لو إجيت أختصر أبسط هاي تعطيني أربعة سبعة، لو إجيت أبسط هاي تعطيني أربعة على سبعة. إذا هذه الكسور أربعة أسباع تكافئ 8 من 14 تكافئ 24 من 42. هذول كسور متكافئة، يعني لو آجي أنا أبسطهم كلهم بيرجعوا أربعة أسباع. القيمة نفسها لكن مختلفة في الشكل. شوفوا أربعة، هلا بتقول 8 على 14 كيف بتكافئ 4 على 7؟ بقول لك بتكافئ، صح مختلفة بشكلها. اقسم على 4، اقسم على 2 على 2. 8 على 2 هي 4 و14 على 2 هي 7. شفناها؟ يلا انتبهوا للجيم. مهمات الأسئلة هذول يا هي مكافئ ايش؟ في سؤال؟ مصوفاء. نعم يما. يعني نقدر نضرب أي شيء بالبسط والمقام، بس لازم نضرب نفس الشيء البسط والمقام. ولا نضرب كلا من البسط والمقام بنفس العدد، هذا مفهوم المكافئ لما شرحته وراق العمل اللي كانت أوديهن شرح للدروس مكتوب فيها كل شيء. وهي بعيدة كمان مرة نضرب، حكيت لك نضرب بأي رقم. إذا ضربت بواحد ليش بضربت بواحد؟ لأنه برجع نفس العدد. إذا ببلش من اثنين إلى ما لا نهاية، معك أرقام العالم كلها. تمام. السؤال اللي وراه، في ناس ضاوي راديو أو إشي، في ناس ضاوي تلفزيون أو إشي أو قريب مايكو من التلفزيون حبايبي. يلا. نعم. نعم. إيش يا مس؟ يلا. السؤال اللي وراه، خلينا نلحق نشرح الدروس كثير الأسئلة ها. بتروح عليك وهي حصة بس الوحيدة للمراجعة. السبت الصبح في شرح والعصر امتحان. يلا اكت اي ايه اي من الكسور التالية اكبر من اربعة اثمان. هلا شمال الاربعة اثمان دائما حاول في الاكبر والاصغر والمقارنة والترتيب. خليني احكي ايش يما والترتيب التنازلي والتصاعدي، دائما ارجع للقيمة المرجعية اللي هي التقريب، اما بشوفها هي اكبر من نص او نص او واحد او صفر. ايش يما ايش بدك؟ مين اللي بحكي يا ماما؟ مين؟ بس معتز. ايش يا ماما؟ ايش يا معتز؟ مين بده سؤال؟ اللي بده سؤال ماما، ايش بدك؟ نسمع كيف يقول انه حدا يطرده. حدا بطرده؟ لا ما في، الحصة متحكم فيها انا لحالي، ما حدا. ما هي بيجي عندي مسجات، خليني اخليه ما يقدم امتحان. اخليه ما يقدم امتحان يوم السبت، اوديه لها للإدارة. ما بخليه يقدم امتحان. يعرف حاله، لأنه بيصلني المسجات، وبلاش احكي اسمه. يلا. خليني أكمل. أربعة أثنان. هلا شمال الأربعة، أنا بدي أسكر المايكات حتى ما واحد يحكي، واللي ما بفهم مع السلامة. هيك يا عمي. أنا زعلان عليهم. هاي خليها راحت الحصة منهم. يلا. أربعة أثمان. هلا الأربعة مالها نص المقام، الأربعة نص المقام، إذا شو القيمة المرجعية إلها؟ نص. نص إذا حكينا إذا أقل كثير من المقام لمين منقدرها؟ منقربها للصفر، وإذا أكبر قريبة من المقام كثير كثير منقدرها للواحد، يعني سبعة على ثمانية، ستة على ثمانية منقدرها لواحد، أما أربعة على ثمانية إيش؟ نص المقام. ها الأربعة نصف المقام، المقام 8 شو نصه؟ 4. إذا مين أكبر منه؟ أخذ واحد على خمسة
شو مال الواحد على خمسة؟ أقل من نص الخمسة، أقل من نص الخمسة. شو مال الاثنين على ثمانية؟ حكينا إذا المقامات متساوية البسط الأكبر هو العدد الأكبر. طب أنت طلبتيني يا مس أكبر عدد، إذا ولا اثنين على ثمانية لأنها أقل من الأربعة على ثمانية. نرجع لمين؟ ستة ستة من سبعة. شو مال الستة؟ قريب جدا للسبعة، قريب كثير للسبعة. إذا إيش تساوي هاي؟ هاي لو أقدرها أقرب للواحد. لاحظوا رغم من المقامات المختلفة لكن إيش عرفت عن طريق القيمة المرجعية، لأنه ستة أسباع أكبر من النص، الأربع أثمان لأنها جاية على النص بالقيمة المرجعية. شفتوا من وين أنا عرفت؟ تمام. إذا منحط دائرة ستة أسباع لأنها هي الأقرب بتساوي واحد صحيح، لو أجي أنا أقربها تساوي واحد صحيح، أما الأربعة أثمان لو أجي أقربها شو تساوي؟ نصف. إذا هاي نصف وهاي مين أكبر؟ إذا الستة على سبعة هي الأكبر. أكتب كسرا فعليا. شو معنى الكسر الفعلي؟ في واحد يطلعني. اكتب كسرا فعليا، ببين لي ماما، ببين لي لما انا باخذ حضور وغياب كل شيء ببين لي. لا تخاف، لا تحكي ولا عبالك، خليه يطلعك هو. الحصه مسجله كل شيء، المديره بتشوفها خطوه بخطوه. صوتي راح برجع ما راح يروح، هيني نتي قوي وكل شيء، لا تخاف وكل شيء محصنه حالي، الحصه ما تروح منكم. اما انتوا اذا بدكم تضيعوها حرين، وين ما خلصت وما حليت الباقي حرين انتو، ما ببعث الكل حل، خليكم معاي خليني ابعث الكل حل، ببعث بس الاسئله، حرين انتو دبروا حالكم. يلا اكتب كسرا فعليا. حكينا الكسر الفعلي، الكسر فعليا الكسر الفعلي بسطه اقل من مقامه، بسطه اقل من مقامه. انا قلت لك مقامه 15، إذا إيش دي أحط في البسط؟ مقامه، ميز بين كلمة مقام وبسط، اللي فوق بسط واللي تحت مقام. إذا بسطه بده يكون لازم أكبر من 15 ولا أقل من 15؟ إيش دي يكون؟ إيه؟ أقل. أقل يا عيني عليكم، بقدر أحط من الواحد للأربعة عشر، صح؟ صح؟ إذا بقدر أكتب صحيح. بقدر أكتب خمسة من 15 وبقدر أكتب ثلاثة من 15، يعني بقدر مية إشي، تسعة من 15، 14 من 15، أقل منها بقدر أكتب 15 من 15؟ لا 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 لأنها بتصير إيش؟ واحد صحيح. شو بتصير اسمها؟ غير فعلي. شو بتصير؟ غير فعلي. لما يصير البسط غير فعلي بتصير غير فعلية، غير فعلية. يا عيني عليكم كلكم معاي، هاي انبسطت عليكم. أحسن أنا أحسن عشان يكون أقل. إيش ماما إيش؟ أنا أحسن عشان يكون أقل بدل أكثر. أما ما بيصير يكون ولا قده 15 من 15 بتصير اسمها كسرة غير فعليا. هذا ايش عم بجرب احكي اصلا؟ ايش؟ عشان اصلا عم بجرب احكي. يلا حول العدد الكسري. شفتوا كيف درسنا اللي بالكسور العشري؟ هي رجع لنا. ها شو معنى عدد كسري؟ كسر شو ما يكون مقامه ما اللي فيه 10 5 1000 100، لانه مكون من عدد صحيح او عدد كلي وكسر. إذا شو ما يكون لو كان 2 من 10 أو كان 4 صحيح و6 من 100 عادي اسمه كسر، بما أنه مكون من عدد صحيح وكسر. أما العشري ما بدي أخربطكم، العشري كنا الفاصلة من جيم خط الكسر كله. ليش اسمها كسري؟ لأنه في خط كسر فصلنا البسط عن المقام وعدد، لأنه صارت في عنا عدد صحيح. الرياضيات من اسمه كل إشي، من اسمه
هلا كسر فعلي شو يعني؟ انه بالفعل هو كسر، لازم يكون البسط اقل من المقام. تمام، يلا الخطوه الوراء. كيف بدي امي، كيف بدي احول العدد الكسري الى كسر؟ نضرب ايش؟ نحكي 4 ضرب 3 زائد 2. ايوه، بضرب هاي بهاي وبزيد لهاي على مين؟ برجع الأربعة. تمام، 4 ضرب 3، لا تكتبوا، محلول بودي لكم اياها. خلينا نكمل بسرعه. 4 ضرب 3 12، 3 12 13 14 14. وايش المقام؟ أربعة. كويس. يلا هلا حول الكسر الغير فعلي، طلعوا الباص. ما بدي النماذج، النماذج مش معاكو لاني ما رسمت اشي بالامتحان، ما رسمت حتى تكون الاسئلة واضحة. واسمعوا، الامتحان عملت لكم اياها يعني تقدر انت تشوفها مكبرة بصورة وورد وبصورة عادية، يعني واضحة الأسئلة مكبرة في وورد، انقر على وورد تطلع لك عادي يعني الأسئلة، بس تفتحها. أوكي مس. 13 نعم. وعشرين سؤال صح؟ لا، 17 سؤال، لا تزعلي، لأنه في أسئلة عليها علامتين، بدي أشوف مين الشاطر بده يجاوب. يلا 13 عشان ينخسف لما يغلط في غلطة عليها علامتين تروح عليه. يلا خليكم دقيقين، حلوة الأسئلة، سهلة سهلة، بس هيك دقيقين، مش تقول لي 14 على واحد. أنا حاطين لك 14 على واحد وعطيت لك 14 على ثلاث في الخيارات، لا تتسرع بس تختار الخيار، بلخمك، بعرف أنت في إيش بتفكر. يلا 13 تقسيم 4، نقسمها قسمة طويلة، لا تدرسوا عن النماذج عادي، بدي بس هيك على الأسئلة بدون نماذج. 13 على 4 بإيش؟ 3، 3 بقسمها قسمة طويلة، 3 ضرب 4 12 وبنقص، 3 ناقص 2 1 0. إذا الناتج وين بحطه؟ بالصحيح، والباقي، هذا الباقي وين بحطه؟ الباقي بحطه هاد، والثلاثة وين بحطها؟ ولا الأربعة؟ الأربعة. 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 أنا أيوة، إذا الجواب اللي طلع ناتج القسمة بحطه هو الصحيح، والباقي هو البسط، والمقسوم عليه هو المقام. المقسوم عليه هو المقام. هو المقام. تمام. اكتب كسرين مكافئين للكسر 30 من 15 بالقسمة. يلا 30 من 15 على ايش تقسم؟ تقسيم 2 على 6. اسرع لك، في 1 على 6 هي، لا على 5، اسم الله على 5 الجواب حطيته. ويساوي 30 على 5، نعم، لانه احاد 0 و5، 30 على 5 6 و15 على الخمسة 3. بقدر كمان، بقدر كمان على ايش؟ بقدر على 3. هي تقسيم 3، تقسيم 3 10. ايوه، هي بدي اكتبها 30 على 3 ب 10، انا ما راح اعطيك هذا الحل. 5. ايوه، و15 على 3 ب 5، شايفين؟ لانه دخل بجداول الضرب. يا عيني عليك، كل المحافظة ما بمشي حاله بالمرة معاي. أوجد ناتج جمع أو طرح، طلعت كيف كاتب؟ يمكن أجمع لك، وإيش الجواب؟ بدك تبسطه كمان، انتبه، بكون جامعيت لك أنا مزبوط جامعها، بس مش كاتبها بأبسط صورة. إذا لاحظتوا من أسئلة المراجعة في أسئلة كله حلينا إنه بجمع، وإذا طلبتني المس بأبسط صورة بختصرها. هلأ زي هاي، ركز على الإشارة، ناقص ناقص زائد زائد، 5 ناقص 1 4. أربعة. والمقام إيش أكتب؟ 16 صفر ولا 16؟ 4 على 8. كم هو؟ على 8 برجع المقام كما هو. يا عيني على أصلاً المقام ما ينقص منه شيء.
ولا إشي ولا يعني بيصير ولا بينقص. أيوة. إذا أصلك ليش أنا جمعت؟ لأنه المقامات متشابهة، إذا مش متشابهة ما بجمعها، بصير لها إشي ثاني بعمل لها مكافئ. هلأ إحنا ما أخذناها إذا ما كانت متساوية. هلأ 4-8 إيش أعملها؟ مكتوبة بأبسط صورة؟ لا، بقسمها على 2 على 2 يعني، أو على 4، لا على 4 أكبر عامل، لأنها بتقسم على 2 وبتقسم على 4، نأخذ أكبر عامل مشترك. نعم، 4 على 4 1 و8 على 4 ب2. يلا نحل الثانية، 9+6 15، ومنرجع المقام كما هو 15 من 18 تقسم على 3 تقسم على 3، 15 على 3 5 و18 هاي 18 على 3 6، إذا هيها بأبسط صورة. هنا 12 زيد لها 3 15، والمقام 16 نرجع كما 15 من 15 ماذا تساوي؟ واحد صحيح. يا عيني عليكم. أيوة، هلأ 1+3 أخماس، أخلي الواحد هيك ولا شو أحوله؟ لا، شو بحوله؟ 5 على 5. يا عيني عليك، يا عيني. سمعت اللي حكاها، 5 من 5 بخليها. ليش؟ بتطلع على مقام الجنب. والله سمعتك يا حبيبي، والله سمعتك، ما شاء الله عليكم، بتجننوا كلكم. إذا الواحد بخليه 5 من 5 وبرجع التلات، ما بصير أجمع واحدة عدد وواحدة مش عدد، لازم التنتين يكونوا بنفس الصورة. 5+3 8 على 5 بقدر هاي أحولها، لأنه بسطها أكبر من مقامها، بتصير بالقسمة 1 صحيح و3 أخماس بالقسمة، عرفتوها؟ حولنا العدد الكسري حولنا الكسر الغير فعلي لعدد كسري، تمام؟ بالقسمة طويلة، كويس، طول الأسئلة. يلا هلا هانا شوفوا هذول الفراغات، 3 من 7 ركزوا عليهم، جايكوا فيه. 3 من 7+1 باجي شو بعمل؟ رابع حبايبي بشطب الواحد. شو معنى الواحد؟ زي مقام هاي، معناها يساوي 7 من 7، بس الواحد. هلا 3+ إيش أعطاني 7؟ يعني أيوة، يعني كأنها 7 ناقص 3 4، وبرجع المقام كما هو. المقام لازم يكون 7. أيوة تذكرتوا أخذناها في صف ثالث، صح؟ الجملة المفتوحة، تمام. هلا هانا نفس الإشي، بما أنه المقام 9، إذا لازم أخلي كل المقامات إيش؟ الكسور إيش؟ كل مقاماتهم إيش أخليهم؟ 9 يا عيني عليك. لو كان في واحد بشطبه، بس ما في عندي واحد، ركزوا على تاعت الواحد، ها الواحد بشطبه وباخذ المقامات زي مقام اللي موجودة، تمام. هلا هانا المقامات إيش مالهم؟ لازم أخليهم نفس الإشي، لأنه كسور. إذا أصل الجزء الكلي هو، مش الجزء الكلي، غلط أحكي، الكل هو 9، البسط هو الجزء، تمام. إذا الكل كان أخذته من 9. إذا هلا شو بحكي؟ دائما في الطرح لازم يكون هانا العدد هو الأكبر، ما بصير أقول 8 ناقص 4 وأحط 4، كيف أنقص 4 ناقص 8؟ خطأ. إذا هانا دائما في الطرح بيكون جاي حاصل جمعهم، تمام؟ إذا 4+8 12. إذا هلا لو إجيت أنا أتأكد من حلي، 12 نقص منها 8 شو بعطينا؟ 4. إذا حلي صح ولا غلط؟ صح. فهمناها ولا ما فهمناها؟ فهمناها. طرح دائما العدد الأول، الكسر الأول، البسط بيكون هو الكبير، لأني أنا بس بطرح عدد كبير من صغير، يا عيني عليك، تمام. اللي وراها حلوة الأسئلة، كويسة؟
كويسة؟ مش كويسة، كثير سهلة. سهلة معاي مادتكم، هاي هي. نحس رح جيب علامة كامل بأول دقيقة بالامتحان أنا. أكيد لازم تجيبه، سهلة لأنه هي كلها انشرح. أقرب الكسور والأعداد الكسرية، هي عدد كسري وهي كسور، باستخدام القيمة المرجعية. يلا، ستة صحيح وثلاث أعشار، حكينا الصحيح منرجعه من أول دقيقة منشوفه، ما مننسى. ما بتشوف ولا إشي. هلا باجي للقيمة المرجعية، شمال الثلاثة أكبر من نص العشرة ولا أقل؟ أقل. أقل، لأنه شو نص العشرة؟ نص العشرة خمسة والثلاثة بعيدة، أقرب لمين؟ للصفر. إذا ثلاثة زائد ستة زائد صفر شو بتعطينا؟ ستة. إذا ثلاثة من عشرة أقرب للصفر. تخيلها أنت كيف الثلاثة أقرب للصفر. يلا، ستة من 12 أقرب لمين؟ شو نص 12؟ ستة. يعني عليك، إذا أقرب لمين هي؟ لا. 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 للنص ولا للواحد؟ للنص. للنص، أيوة، عشان هي أصلا نص. يلا هلا 11 من 25 شو نص 25؟ 12 ونص. شمال ال 11 قريبة إلها ولا بعيدة؟ قريبة إلها. بعيدة ليش؟ ال 11 مش قريبة ل 12 ونص؟ قريبة نص. قريبة. هلا لو حكيت لك 9 من 10 شو بتقدرها؟ واحد. صحيح. واحد، يا عيني عليك يا عيني. يلا، ضع إشارة أكبر أو أصغر. يلا، مفهوم التقدير ولا عايش عليه؟ مفهوم. هاي نسيتها، 8 على 9، هي نمرة 3 نسيتها. 8 من 9، لا تنساها، 8 من 9 شمالها 8 اقرب من واحدة، قريبة من 9. لا، شو نص 9؟ مين بحكي لي؟ نص 4 ونص. ايوه 4 ونص. أربعة ونص، تمام. يلا هلا، إذا إيش بخليها 8 من 9 قريبة لإيش؟ للواحد، يا عيني. مفهوم التقريب ماما؟ لهانا في سؤال. سهل. ما أنا بدي إياكم تقولوا سهل، أنا مش زعلانة إنه فاهمين معناتكم، مش زعلانة. يعني أنتم كنتوا تعرفوا هاي المعلومات ولا أنا علمتكم إياها؟ يلا تعلمناها مع بعضنا. يلا، ضع إشارة أكبر أصغر أو أكبر. أصغر إذا قرأتها من هان، إذا قرأتها من هان أكبر، أو يساوي في المرة. دائما يا إما في ثلاث حالات أمي، إذا كان واحدة أصغر من نص المقام، واحدة بسكر الشاشة وخلص بقطع الحصة. في ناس بحكي أسكر المايكات أو بسكر الحصة، خلص هي مراجعة، خلص أنا راجعت بسكرها عادي. يلا هلأ لا تنسوني شو بدي أحكي لكم. هلأ لما أقارن بخلي، إذا واحدة بقارنها بالقيمة المرجعية، إذا الثنتين نص مثلا نص نص، ما بقدر يعني متشابهات، أو الثنتين أقل من النص أقل من النص، بعمل مكافئ. أما إذا واحدة أكبر من نص واحدة أقل من نص، أنا بقدر أحكم. وإذا واحدة كانت تنتين أكبر من النص، إذا لازم أخذ لهم مكافئ، أكافئ المقامات. هلا هانا هاي نص، عادي نص. هاي 2 من 6 شمال الاثنين أقل من النص ولا أكثر من النص؟ أقل من النص. أقل، لأنه نص الستة 3. إذا إيش؟ مين الأكبر؟ طمها مفتوح عليها. هلا كيف بقرأها؟ النص أكبر من 2 على 6. يعني إذا أكبر من 2 على 6. تمام. إذا أنت جزعت معاك المسألة وما عرفت إنها قريبة أو ها، خذ مكافئ عادي. 2 كيف بدي أخليه يصير 6؟ بضربه في 3 في 3.
ثلاثة في واحد ثلاثة وثلاثة في اثنين ستة. إذا مين أكبر، ثلاثة على ستة أم اثنين على ستة؟ ثلاثة على ستة. إذا أنت هيك استخدمت طريقتين. إذا بدك تتأكد أحسن وأحسن تأخذ المكافئ ومش غلط، أو على القيمة المرجعية. هنا في اختلاف لأنه واحدة جاية على النص وها السدسين أقل من نص المقام، السدسين جاية أقل من نص المقام. تمام يلا هلا 2 من 12 واحد من 4 شمال الاثنين، هيها عايدها مرتين. لا طيب هاي نفس ال 2 شمالها أقل من نص المقام، والواحد على 4 أقل من نص المقام، شو باخذ لهم؟ مكافئ. إذا لأن التنتين أقل من النص، شو خلى الأربعة تصير 12؟ شو خلاها؟ ضربتها في ثلاثة مكافئ. الأربعة شو خلاها؟ انتبهوا، لا بدك تعرف الأربعة كيف صار. بدي أخلي مكافئ، لازم المقامات تكون متساوية حتى أقدر أقارن. مازال ما قدرت على القيمة المرجعية لأنهم التنتين أقل من النص. انتبهوا، إذا شو بيخلي الأربعة تصير 12؟ ضربتها بثلاثة، إذا صار واحد في ثلاثة ثلاثة، وأربعة في ثلاثة 12. إذا مين أكبر، ثلاثة على 12 أم 2 من 12؟ مين أكبر؟ مش ثلاثة بالغوش كبيرة، أمها مفتوح على العدد الكبير. إذا ما بقدر أحكم زي هيك لما تكون التنتين أقل من النص أو التنتين أكبر من النص. تمام؟ طلعوا هنا 2 من 9 و7 من 9، أخذنا القاعدة الأولى تذكروها، إذا كانت المقامات متشابهة البسط الأكبر هو الأكبر، هو الأكبر، البسط الأكبر هو الأكبر. يعني معاي 7 رغفة بدي أوزعهم على 9 هي الأكبر. أما العكس في المسائل لما أخذنا 6 على 9، ستة على تسعة، وأخذنا ستة على 12، مين أكبر؟ ستة على 16. مثلا ستة على مين أكبر؟ ستة على تسعة. معاي 6 رغفة أوزعهم على 9 ولا أوزعهم على 16، مين أكبر؟ على 9. يا عيني عليك، يا عيني عليك. إذا أيوة هلا بيجيك في الترتيب التنازلي والتصاعدي، أصبر كل إشي موجود. يلا آخر واحدة في الأكبر وأصغر، 3 من 12 و1 من 4. ايه؟ 4 رقم 4 كمان نفس الاشي، انه ايش؟ بدي ايش؟ لانهم التنتين اقل من نص بدي اخذ مكافئ. الاربعة انا كنت اكتب هاي 3 بس خربطت فيها، الاربعة شو خلاها 12؟ نفس المفهوم، بضربها في 3 في ثلاثة. هاي حلوة المسألة، هاي مهمة صح، هلا تذكرت. حطيتها لسبب، هلا طلعوا شو بتطلع. التنتين أقل من النص وما قدرت أحكم عليهم، اجيت عملت مكافئة مهمة جدا. ثلاثة بواحد ثلاثة، وثلاثة بأربعة 12، شو طلعوا التنتين؟ واحد صح، يعني عشان يساوي متساوية، مهمة طلعوا عليها. شفتوا التنتين كانوا أقل من النص، ما بقدر أحكم عليهم، جيت عملت مكافئ، شو طلعوا؟ الجوابين نفس الإشي. يا عيني عليك، حلو السؤال؟ بس حلو. يلا الوراء ده كل شيء حلوة زيكي، يسعدك يسعد الله. رتب ماما بس روحي فوق، لسه في سؤال. يا ويلي، لا 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 ما تركت والله وحياتك. هاي هون يا اختي مقواكي. يلا زيد الهاشم، يا بي يسعده، بتجننوا بتجننوا ما شاء الله عليكم. 5 من 12 هاي هاي زي هاي، بدي اقول لها اني شرحت على المسويات. لا البس شو عتيت؟ متشابهات. البسط متساويان. مين أكبر؟ نفس هاي نفس هاي، هيها بدي أقول لأن حليت عليها. 5 من 12 و5 من 8، مين أكبر؟ أوزع الخمس رغفة على 8 ولا الخمسة على 12 شخص؟
مين أكبر؟ ثمانية. يا عيني عليكم. يلا سؤال الأخير، رتب تصاعدي، انتبهوا للإشارة، تصاعدي من الأصغر للأكبر، بتأخذوا لي عليه القيمة المرجعية. اثنين من ثلاثة هاي إيش؟ أكبر من نص، أكبر من نص. اثنين على سبعة أقل من نص، وهاي أقل من نص، تمام؟ إذا بدي تصاعدي بصير إيش؟ أقارن بين هاي وهاي. هلا بترك هاي لأنها الكبيرة، صح؟ بدي أنا أصغر واحدة. مين أصغر، هاي ولا هاي؟ هاي اثنين من سبعة وهاي اثنين من عشرة. مين أصغر؟ اثنين من عشرة. اثنين من عشرة أصغر. معاي الغيب، لأن البص متساويان. أيوة. بس أيوة انتبهوا لي للإشارة، أصغرها أصغر من اثنين على سبعة. ركزي هلا، أخذنا بين هاي وهاي، لا تلاخموا، ركزوا. اثنين من عشرة قارناها مع اثنين من سبعة، لأنه هاي أكبر من النص، هاي أقل من النص، وهاي أقل من النص، وأنا بدي تصاعدي من الصغير للكبير. إذا بلشت البسطين متساويان، هيها المقام الأصغر هو الأكبر. طب أنا بدي الأقل، إذا باخذ اثنين من عشرة، اثنين من سبعة أصغر من اثنين من ثلاثة، يعني اثنين على ثلاثة اثنين من ثلاثة أكبر إشي. يا عيني عليكم، رتب الكسور تنازلي من الأكبر للأصغر. يلا هلا، شمال الأربعة ثمانية نص، صح؟ آه نص لأنها نص المقام. شمال الأربعة على خمسة كبير، أكبر من نص المقام، لأنه نص المقام اثنين ونص، إذا هاي أكبر وهاي نصف. واحد على سبعة أقل، سهل إني أقارن، صح؟ أرتب مين أكبر، مين أكبر؟ أربعة أخماس. يا عين عليك، أربعة أخماس، مزبوط حطيت الإشارة؟ آه مش مزبوط. آه أزعل منك، أربعة على خمسة أصغر، أصغر هاي. آه ما هو هذا، هاي خايف عليكم في الامتحان فيها، وجايتكوا جايب الامتحان الإشارة، ركزوا عليها. ما أنت زي ما بتقرأ قاعد تقول أربعة على خمسة أكبر، أكبر من مين؟ أخذ النص ولا اللي أقل من النص؟ أربعة أقل من النص. أربعة ثمانية أكبر من، وهاي أكبر من السبع. هلا لو تيجي أنت تقرأها، سبع أصغر من أربعة أثمان، والأربعة أثمان أصغر من أربع أخماس. نقرأها من هاي الجهة، أربع أخماس أكبر من أربع أثمان، والأربع أثمان أكبر من سبع. أتمنى لكم التوفيق والنجاح. يعطيك العافية. يسعدهم. يعطيك العافية. هذاك أحسن حصة بكل فصل ثاني. الله. أنا بحب الرياضيات أحسن شيء. لا كل الحلو، كله حلو. يسعدهم، يسعدهم.